بنا كده الناس دي كده ايه؟ هلب يا الله هلب يا راقي. اسمك ايه؟ طب صدام ولا ابتدم؟ يا اسمها يا صدام انت حسين، صدام حسين انت ده رقم واحد لازم معايا يا اسطى. المكان يا اسطى ما يكفش اتنين يا اسطى بامان. اكتمو جورج جورج والله تاني بيت عندي محمد. يسطا مكان يسطا بصراحة ما يستاهلش حاجة غالية عشان ما اكدبش عليك. كل واحد كان هيسامح. أقول لك حيوان كنترول يلا نجرب يا جدعان كنترول مفيش غير كنترول تخصيص دي فوق 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 مش فاهمة. اختي I got supplies. فلير 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 يا رقم ثلاثة. انت عندك باك ولا انت سامعني ولا ايه؟ رقم من ثلاثة ايه ده؟ انا نزلت ايه يا جدعان بالظبط؟ انا نزل اجنع ولا نزل ايه؟ تنفعنا دي؟ على بص اي حاجة.
اتصل بي اتصل خد طب ليه انا يا كلب مش عندي والله الرقم ده هسجل ده غير التاني اللي انا مسجلاه خلاص ماشي ده مش متسجل عندي انا كنت عم انا بحثت عنه على الطرق كولر بس ما ظهرليش اسمي الحمد لله كويس انت ايه الاخبار والله والله وانت كمان والله عايزه كل يوم اقول فرق. مش عارفه قال لي خليني اكسب انتوا قاعدين بكره خلاص ماشي شو انا بكره كده الصبح احاول اعدي اقعد معاكم انتوا الدنيا معاكم والله هفجرك اقسم بالله رقم واحد لو انت جيت الشغل رجع تاني المكتبه ولا لسه زي الاول برضه دروس لسه ما بقتش طبعا الله فكر ابوك سنتر عم صلاح فتحه؟ لا اللي هو اللي عند المكتبة مين اللي عندك ومين اللي قاعد على كده معاك؟ بس؟ الدنيا معاك عادش بتيجي؟ الدنيا ما بقتش بتيجي استناكوا بقى يوم التسعة عارفه باراكودا بتاعت الباراكودا كان في باراكودا هو بقى في الصف بتاعها بس لجوه يعني مش لبره لا خش جوه امشي في ال هتلاقي اخر كافيه مش انا مش بعرف انا جايين اللي طيران يا ولاد الجزمه يا ايه في صف باراكودا كده وامشي قدام انت لو سالت اي حد هتلاقيه بعدين انت كله يجي كله يجي جماعه عند النبي ان شاء الله يتشاف يا لا يا الواطي يا شوفي لا ده واطي قوي على فكره لا اصبر لما لو ما تبي تروح البيت بخلينا اكلمه وانا بخليه لك قولي له اسره بتقول لك عيب عليك يشتاء كمان؟ لا أخلاقه اتغيرت يا هي على العموم أنا هروح أتصور وكده وبعد كده هاجي هنا أول حاجة عند البيت دفعة تطلع من البيت عندي يعني العربيات كلها تتجمع في الحتة دي يعني أنا أخلص تصوير وهاجي عندكم هنا في البيت نعمل الدفعة وبعد كده نطلع على القاعة خلاص؟ لو انا بقولك بصي هو انا يعني هطلع من الكافيه الاولى على الساعة 4 كده ولا 4:30 بالكتير برضه انت طبعاني بالتليفون ماشي ايوه بالظبط كده انت تابعي برضه مع سارة وبتاع دوت هتبقى سارة معايا كتير كده ليه يا ابني الجزمة ليه؟ بعد كده هنيجي كلنا احنا هنا على البيت يا ابني الجزمة رقم واحد يا كلب صعبة دي مصمرة لسه بتاع دوت لسه امبارح كنت مقابلاهم نزلنا للكويت راحوا يشوفوا كلب يا حقير
اللي انت عايزاه، انت تبي تاخد اي البس اللي انت. انا بنتي الله يرحمها امبارح عادي يا بنت، نزلنا يعني امبارح نزلوا راحوا يتفرجوا على السواريهات او كده، فراحوا عند اللي هي اميره رشوان دي، فساره اجرت من عندها. فبنشوف فستان، بنشوف فستان هدير، يعني هدير لبس زي فستان صبحي كده اسود، وليه زي بتاع التل كده من ورا بسيطه، ونصه كده نص بيلمع ونص زي اسود مخفي. طب بكام يا ست ده؟ ب 600 جنيه. 600 جنيه ليه؟ ايجار، ايجار ب 600. ده لو ده ما انا قلت انا قلت قلت لها يا بنت يا بنت، ده انا قلت لها دي، ده انا قلت لها قلت لها ده حتى لو 600 جنيه هو عليه. وواحده من قبلها كان اخد من عند اميره والله العظيم يا بنتي، مهتم يعني مش عادي، ملبوس كتير، ملبوس كتير تقولي ب 900 جنيه. وساعات لما هتنزله هتنزله بإيه يعني؟ لا ما عجبنيش خالص، ما عجبنيش، لا حاجاتها غالية. مات عليا يا ابني، لازم ابص، خلاص مشتاق اهلك اصلا. انت ايه؟ يا والله يا بنت، ده انا عماله اقول لهم ده انا اختي اشتريت، رنا بقول لك، رنا يوم ما راحت جابت، رحنا اشترينا لها فستان من مصر، جيت ابص على سعره هنا لقيت الراجل يعني اشترينا من مصر 35، لقيته محل يارا هنا جوز امبارح منزله وحط عليه في لعب. اللي كان هنا هنا بطش رقم واحد يا ابن الجزمة انت. لا مش رقم واحد، انا ليش رقم واحد، رقم ثلاثة. عايزة ايه يا رانا؟ Let's go. Form up on me. بقولك حجزت الكوافير، حجزت معاها Search for vehicles. قفلت يعني بنت حاجة بتاعتي، طيب سبعة أنا رايحة لها في 8، يعني رايحة لها قبل الميعاد أكتر من أسبوعين. يا أختي إيه ده؟ ما حبيتش بقول لك بس معايا، بس معاها لا حلوة حلوة حلوة، حبيت أنا مش حبيتها،
يعني انا اصلا ما بحبش الجري اصلا، يعني والله انا مش عايزه الجري كده، انا كده ايه انا كنت بجري انا عايزه بس والله، بس بقى حاجه تقول معاها هو مش كده خالص خالص. انا عايزه اعمل كده كمان من كده، انا مش عارفه اتفضل فاهمه، فانا مش عارفه انا بقى لا مش عارفه ايه. لا يا محمد لا يا محمد لا عشان انت بتعرف ومش يا جماعه انتوا بتتكلموا طيب، انا جايبه طرحه كده كده، انا جايبه طرحه. ما هي بصي انا راح انا يعني بس هو فيها راح اقصها راح اسوي السلوك كده و... راقي الكلب ابو عرقين يا اخي. ابو عرقين تا رقم واحد تا العربيات بقول لك كلها العربيات كلها بقول لك بتتجمع عند البيت عندي، انا هنبتدي الزفه من البيت هنا، وانا بكره الصبح هعدي عليك. I need consumables. بكره الصبح بكره الصبح هعدي عليك ابوك رقم ثلاثة هنا يعني ابوك. Help. يا كلب. قول ارميني الجزمة دي. كفو رقم واحد كفو. Help. عشان لو ما جاتش الفرح هزقها. Help. Help.
I need consumables. ارجع له برقم ثلاثة، ارجع يا روكي يا كلب. سوات صمت المصريين يا كلب. What the?